رجعنا لحضراتكم تاني وفقرة الصحافة، الدنيا فيها ايه؟ نتجول في صحف واخبار النهاردة يوم الاثنين. اتعودنا ان يبقى معانا فقرة عن الارصاد الجوية على الهواء مباشرة من الهيئة العامة للارصاد الجوية، بتقدمها لنا زميلتنا ماروتي عصام. حالا تبقى معانا، ولحد ما ماروتي تبقى معانا على الهواء احاول ابتدي مع حضراتكم. او قبل ما ابتدي باخبارنا، حابب اقول ان امبارح بالليل، ويمكن مش يعني ممكن ده يكون لسه ما وضحش في جرايد النهاردة، ان سعر العملات الأجنبية انخفضت مقابل الجنيه المصري، انخفضت مقابل الجنيه المصري. يعني مثلا الدولار امبارح قل 10 قروش، وده ما حصلش من زمن. اليورو قل حوالي 45 قرش، وده ما حصلش من، تقول لي يعني 10، ويعني ما هو ده بيشكل نسبة مئوية من حجم الدولار، 1.5% مثلا او حاجة كده. فالمفروض ان لو استمرينا على كده ان الاسعار تقل بالنسبة دي، فدي حاجة كانت جيدة ومؤشر جيد. والحقيقة كان في بعض التحليلات بتقول ليه اسعار العملات قلت بهذا الشكل امبارح اخر اليوم، يعني امبارح مش بداية اليوم، امبارح الساعة 5 ابتدت او الساعة 4 ابتدت الاسعار تقل، يعني الساعة 2 الأسعار كانت بشكل، وبعد كده تقول لي يعني ما يهمناش. أقول لك لا، يهمنا كلنا، مش بتكلم بس عن الناس اللي بتبيع وتشتري دولار أو الناس اللي مستثمرين أو كده، لا أنا بتكلم علينا كلنا، أن أسعار السلع والخدمات ممكن تقل بنسب كمان لو الأسعار تم تثبيتها على هذا الشكل. سريعا نروح لزميلتنا ماروتيا عصام تقول لنا أخبار الجو إيه. ماروتيا، وإحنا يعني في القاهرة حاسين تحسن اليومين دول، فلو تقول لنا أخبار الجو إيه في الفترة اللي جاية إن شاء الله. صباح الخير يا اسحاق، وصباح الخير على كل مشاهدي برنامج صباح النور. احنا مع حضراتكم النهارده من هيئه الارصاد الجويه، ومعانا لقائنا الاسبوعي الممتع جدا مع دكتور احمد عبد العال رئيس الهيئه، واللي هيكلمنا زي كل اسبوع عن حاله الجو مش بس في القاهره ولكن كمان في جميع محافظات مصر. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير، اهلا بيكم في الهيئه العامه للارصاد الجويه. دكتور، عايزين كده من حضرتك نبذه سريعه عن حاله الجو خلال الايام اللي فاتت واللي جايه. يعني احنا طبعا شهدنا نشاط رياح انخفاض في الحراره، كان على شمال البلاد من 4-5 درجات، بينما الجنوب كان من 9-10 درجات، لان كان في ارتفاع كبير قوي في الجنوب. كان في نشاط للرياح مستمر بقى النهارده، نشاط الرياح ولكنه محصور على الجهه الشرقيه، يعني ناحيه مدن القناه، ناحيه السواحل الشماليه الشرقيه، دمياط، بورسعيد، عريش، رفح المصريه، كل هذه الاماكن ما زال عليها نشاط الرياح. ايضا فرص الامطار ما زالت موجوده على السواحل الشماليه بالكامل وبعض محافظات الوجه البحري، على حلايب وشلاتين، مدينه حلايب وشلاتين، ايضا على بعض محافظات الوجه البحري. يعني بعد ظهر اليوم تنحصر فرص سقوط الامطار على الساحل الشماليه الشرقيه، ويبدا نشاط الرياح يخف تماما، لكن من غدا الثلاث ان شاء الله يبدا مره اخرى نشاط الرياح، يبدا من اقصى الغرب يعني ناحيه سلوم، سيدي براني، مرسى مطروح، يوم الاربعاء يتقدم للداخل ليشمل شمال البلاد بالكامل، وده هيحسسنا ببرود الجو اكتر، وهيبقى فيه رمال مصارى وفرص للامطار خفيفه على اقصى الساحل الشمالي الغربي. دكتور، سمعنا انه امبارح في نويبع قفلوا الميناء عشان كان في رياح جامده وكان في امواج، يعني حسوا ان الدنيا تبقى خطر وكده، فهل ده متوقع انه يحصل تاني عشان هيبقى في مثلا رياح؟ طبعا احنا قلنا ان نشاط الرياح هيبقى يصل لحد العاصفه على بعض الاماكن في جنوب سيناء وجنوب البلاد والصحراء، الاماكن الصحراويه. لا، النهاردة نشاط الرياح هيقل، مش هيكون بنفس العنف بتاع أمس، وهيبقى محصور على الناحية الشرقية. يوم الأربع الجاي ممكن فعلا نشاط الرياح مرة أخرى يكون يعني زي أمس كده. يعني دكتور، مثلا الناس اللي مسافرين او مثلا حركه الطيران في الوقت الجاي ممكن هي تتاثر بسبب الاحوال الجويه، المفروض مثلا الواحد يكون متابع دايما الجو عامل ازاي؟ لا طبعا، هو بالنسبه للطيران لا ما فيش حاجه، لكن بالنسبه للبحر، البحر لما بينشط الرياح بيبقى في اطراف في الملاحه البحريه، فيوم الاربعاء ممكن يكون في فعلا اطراف في الملاحه البحريه سواء في البحر الابيض او البحر الاحمر، وده طبعا بنخلي نقول للناس الصيادين ارجو عدم، بالذات المراكب الصغيره، عدم نزول عرض البحر في يوم الاربعاء.
دكتور شايفين كده يعني من درجات الحرارة انه بالليل بقت القاهرة مثلا تقريبا تبقى 10 وساعات تبقى 8، هل ده كده قليل قوي ولا لا ننتظر انه هيقل كمان اكتر عن كده؟ هو في الحقيقة طبعا الانخفاض اللي حصل دون كان فيه ليه نصيب قوي في درجة الحرارة الصغرى، فالأيام القادمة هيكون انخفاض في درجة الحرارة الصغرى اكتر من درجة الحرارة العظمى. يعني في الفترة اللي جاية دي القاهرة هتتراوح ما بين من 19 ل 20 وممكن توصل 21 درجة، لكن الصغرى هي اللي هتنخفض، عشان كده الجو بيبقى شديد برودة في الليل. ميرسي يا دكتور جدا نورتنا، شكرا، ان شاء الله نشوفك الاسبوع الجاي. ان شاء الله، شكرا، شرفتوني. كنا مع حضراتكم من هيئة الأرصاد الجوية، ويوم الأربعاء يا ريت كل الصيادين أو كل الناس اللي هتتعامل مع البحر بشكل عام تاخد بالها جدا، لأنه هيكون في رياح زي ما الدكتور قال، ويا جماعة الصغرى في القاهرة هتقل كتير، فياريت نتقل قوي كده إن شاء الله بالليل عشان محدش يعيا أو أي حاجة. صباحكم زي الفل، وهنرجع دلوقتي لإسحاق. شكرا يا ماروتيا، وشكرا للدكتور احمد عبد المتعال، وربنا يسترها بقى اليومين الجايين. احنا كتير مش بيبقى فارق معانا مساله وجود برد قد ما في يعني الرياح والاتربه دي هي اكتر حاجه بتاثر كمان على امراض اللي عندهم مشاكل في يعني امراض الصدر وبعض الامراض الاخرى دي بتاثر بشكل كبير جدا، فربنا يستر ان شاء الله ويبقى الجو لطيف وجميل. سريعا اخد محركم كده على قد ما نقدر كده في الكام دقيقه اللي جايين. خبر من اليوم السابع بيقول اشاده واسعه بزياره الرئيس الفرنسي لمصر، نواب نضع روشتة لعلاج أزمات كثيرة وترفع معدلات التبادل التجاري بين البلدين واقتصادية البرلمان، ترفع حجم الاستثمار الأجنبي، وإسناد إنشاء خط المترو لفرنسا وارد. يعني كان في زيارة مهمة أو لازالت الزيارة مهمة لماكرون رئيس فرنسا وزوجته، والأجمل الحقيقة من الأخبار السياسية المحيطة بالزيارة والتعاون المشترك ما بين البلدين والكلام اللطيف والحلو ده كله، الأجمل كمان فكرة ان هو زار الأقصر واتصور جنب معابدنا واتصور جنب تراثنا وتاريخنا، وده طبعا لما بينتقل لوسائل الأخبار العالمية الصورة دي تساوي ملايين الدولارات، الصورة دي تساوي ملايين الدولارات، دعاية لمصر ان مصر آمنة، ممكن رئيس فرنسي يجي ويبقى موجود عندنا ويتصور كمان وينبسط في شكل وجود شمس، بأن العالم كله يعني أو على الأقل أمريكا وأوروبا دلوقتي ما فيهاش شمس خالص، شوف الشمس عندنا طالع في الصور، فدي دعاية الحقيقة عظيمة وكبيرة للسياحة المصرية. كان قبله ملك بلجيكا كان موجود، فزيارة جميلة الحقيقة ومهمة بكل المقاييس. كمان معايا خبر آخر من الأخبار المهمة، تنسيق بين القاهرة والخرطوم للاتفاق حول ملء سد النهضة، الرئيس استقرار السودان امتداد للأمن القومي المصري البشير. في سياق الخبر بيقول حقوق مصر في مياه النيل محفوظة ولا يجوز المساس بها. وكان امبارح كمان كان في لقاء مهم ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس السوداني البشير، والحقيقة برضو بعيدا عن فكرة التعاون وسد النهضة والكلام ده كله، لا احنا الأزمة معروفة في السودان، وجود مظاهرات عارمة في السودان، والرئيس كمان السوداني البشير اتكلم عن ده امبارح وقال ان بيحاولوا يعملوا ربيع عربي في السودان. طبعا ربيع عربي دي بقت شتيمة، يعني ان حد يعمل مظاهرات وربيع عربي دي، ففي فعلا مظاهرات ضد الرئيس السوداني بشكل كبير جدا في السودان. احنا ما يهمنا استقرار السودان، اللي بيهمنا دايما هو فكرة استقرار السودان. السودان مش بس بلد عربي بلد شقيق، السودان ده احنا في يوم من الأيام كنا بلد واحدة وهو أقرب جار لينا، فإحنا كمصر يهمنا استقرار السودان، ولعل الزيارة بالأمس تكون خير. وطبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي اتكلم كتير عن
ان احنا يهمنا استقرار السودان ودايما التعاون متواصل ومستمر ما بين مصر والسودان. ويمكن الرئيس المصري خلال سنة واحدة قابل الرئيس السوداني يمكن 8 مرات تقريبا، فدي برضو حاجة بتؤكد أهمية العلاقات المصرية السودانية اللي كانت بتشهد على مدار عقود من الزمن. من وقت لوقت تلاقي كده ما بين مصر والسودان في بعض المشاكل، لكن في الفترة الأخيرة التعاون مستمر بشكل كبير جدا. بنتمنى الاستقرار للسودان ولكل محيطنا ولكل جيراننا ولكل العالم. بشكركم جدا على متابعتكم لينا النهاردة، وأكد لحد ما نحفظ مع بعض الميعاد، بالتوقيت مصر بيذاع البرنامج أو بيعاد إعادة برنامج صباح النور الواحدة صباحا، الواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت مصر، عشان إخواتنا وحبايبنا في الولايات المتحدة الأمريكية وفي كندا يقدروا يتابعونا ويشوفونا. بشكركم وإن شاء الله بكرة مع فريق عمل جديد أشوفكم على خير، وصباح النور.